حصيلة العملية الانتحارية التي جرت البارحة في المركز الديني كما يسمى في العبرية يشيفات مركز روف هو 8 قتلى و6 من المصابين. الجنازة جرت اليوم في نفس المركز. عشرات ومئات الإسرائيليين تجمعوا في المكان حزنا ودعما لعائلات الثكلى التي فقدت أبنائها خلال العملية المؤلمة التي سماها رئيس الحكومة الإسرائيلي أهود أولمرت. ووزير الدفاع الإسرائيلي باراك يقول بأن الرد سوف يكون قويا على هذه العملية الدامية والتي أدت إلى مقتل 8 من أبناء مواطني إسرائيل الذين كانوا في صلاة قبيل الأعياد اليهودية. Gracias.